الله الرحمن الرحيم، اهلا وسهلا بحضراتكم. يا اخي الواحد بينبسط جدا لما بيلاقي حد متفق مع وجهات نظره. وليد الركراكي كنت بتكلم على قصه ان منتخب المغرب محتاج مدرب كرات ثابته. سبحان الله، فعلا منتخب المغرب جاب مدرب كرات ثابته، والركراكي اتكلم على حاجته المدرب كرات ثابته، والراجل اثبت نجاح الفكره. الحمد لله الواحد ساعات بيحس انه بيفهم في المحتوى ده. ومن امبارح او من بعد المباراه اللي فاتت قدام الجابون، واحد بيقول ان منتخب المغرب حان الوقت بقى ان انت تكسب افريقيا، وحان الوقت ان انت تقول ان يا معلم انا عايز اكسب بطوله افريقيا. النهارده بعد اكتساح الجابون، بعد اكتساح الجابون وبعد اكتساح لسوتو، الركراكي طلع النهارده وقال ان التحدي الجاي هو الفوز ببطوله افريقيا. يا جدع، الواحد حاسس ان هو ليه واسطه في المغرب، حد بيسمع الكلام بتاعنا تقريبا، لان نفس وجهات النظر كده بتتقارب. والله كويس ان احنا نبقى ماشيين على الطريق الصحيح، ونبقى فاهمين الكلام رايح على فين والدنيا رايحه على فين. وليد الركراكي بعد المباراة طلع بالتصريحات بتاعته وقال لك الحمد لله على هذا الانتصار، لاننا كنا نرغب في الفوز بجميع المباريات. حاسم من اصل 6 مقابلات حققنا 6 انتصارات، وهو ده البحث عن محاولة تحطيم الرقم القياسي للتصفيات، رغم انني لا اعرف الرقم الصحيح بالضبط. تقريبا الجزائر برضو المرة اللي فاتت كسبت 6-6، كسبت 6-6 بتاعي. لا زال هناك عمل ينتظرنا رغم ان المستوى كان جيدا، والتحدي الان هو تتويج بلقب الكان. يا جدع، الحمد لله على السلامة، أخيرا طلعت من بقك يا راجل. الأهم تحقق، رغم أننا لم نكن في المستوى في بعض المباريات، والشعب المغربي كان ينتظر منا مستوى أفضل. دي واحدة من الحاجة برضو، ولذلك كنا مطالبين بإعادة الثقة. استدعينا لاعبين بإمكانيات كبيرة كدياز وبن صغير، وهناك شباب آخرون التحقوا بنا وسيكبرون معنا. فأنا أعمل على المستقبل حتى يجد المدرب الذي سيأتي بعدي فريقا كبير. دي واحدة من الحاجة، الركراكي من أكثر المدربين اللي عمل فريق كويس، واللي عمل نوعا ما انتقال سلس من جيل لجيل. المغرب عملت انتقال سلس، في منتخبات اتحشرت في الانتقال السلس ده بجد، في منتخبات اتحشرت، وفي منتخبات لسه من 2010 بتدور على جيل كويس. فدي حاجه محترمه جدا، سواء بالنسبه للركراكي او بالنسبه لكره القدم المغربيه، وعلى راسها فوز الأججاء. الناس قدروا ان هم يعملوا تحويل كبير من مرحله لمرحله تانية في وقت قياسي. دي بقى التجربه اللي انت محتاج تتعلم منها، محتاج تتعلم انك ما تضيعش سنين في مرحله البحث عن الاحلال والتجديد او تغيير الدماء، او ان انت لازم تعمل تغييرات علشان في لعيبه مبقوش قادرين ان هم يدوك. مش قصه ان انا افضل متحمل اللاعب الفلاني عشان خطر تاريخه، واصل اللاعب ده كان بيقدم وكان ما بيقدمش. وبصراحه الركراكي فعلا هيقدم خدمه كبيره بالنسبه اللي جاي بعده، ولكن الركراكي لو خد كاس الامم الافريقيه مع المغرب، اعتقد الراجل ده هيبقى معمر مع منتخب المغرب. وبصراحه الراجل يستحق ان هو يعمر مع منتخب المغرب. ولكن قصه ان انا اخيرا بدات اقول للناس ان فعلا لقب بطوله الكام هو ده التحدي، ولازم ده يكون تحدي، ولازم ده يكون عند الناس، ان قصه انك بتقول ان المغرب محتاج ياخد بطوله افريقيا، انت مش بترمي ضغط، لان لو فاكر ان الضغط اللي انت بترميه هيعطل الفرقه، فانت كده عمرك ما هتاخد بطوله، لان مفيش فريق كبير بدون ضغوطات، مفيش فريق بيدور على بطوله بدون اي ضغوط. قصه انك تدور على بطوله من غير اي ضغوط، الكلام ده لو انت بتلعب بلاي ستيشن. حضرتك لو بتلعب بلاي ستيشن ممكن تكون عندك حتى ضغوط لو انت بتلعب مع خصم، لو انت بتلعب مع بني ادم حقيقي، انما لو بتلعب مع الكمبيوتر او بتلعب مع الاله مش هيكون عندك خصم، ده وقتها تروح تلعب بطولات هناك. انما في العالم الحقيقي اللي احنا فيه ده لازم يكون في ضغوط، ولازم انك تتحمل الضغوط لو عايز تكسب بطوله. بالتوفيق للركراكي، واتمنى ليه ان هو بصراحه ياخد كاس الامم الافريقيه. هتقول لي يا مصري انت كذاب انت يا عم، بس كابتن حسام حسن بالشكل بتاعنا ده مش هنعمل اي حاجه. وانا بصراحه لو مصر ما كسبتش البطوله فما عنديش اي مشكله خالص ان المغرب هو يكسب البطوله، بالعكس هتكون حاجه عاديه جدا وحاجه مستحقه جدا، لان المغرب هو الفريق الافضل حاليا في افريقيا، وفريق يستحق ان هو يكون بطل افريقيا.